حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف منتج قديم لكن جديد، أو يمكن أنا توني اكتشفته ما أدري، لكن أنا من الناس اللي ما أقدر أقعد من النوم، لا منبه الآيفون، لا منبه الأندرويد، لا منبه بربع دينار، لا منبه بسبعين دينار، لا القطار اللي يقول لك ويك أب ويك أب ولا شيء. صار لي حين أسبوع أقعد حق الدوام في الوقت المناسب كل يوم. طبعا المنبه هذا انا شاريه وردي وبطلته، لكن حطيته داخل البوكس عشان نعطيكم the illusion of unboxing. ما حبيت اسوي الانبوكسنج قبل ما اجربه واشوف اذا هذا صدق فعال ولا لا. نشوف هني انه من شركة فيليبس، يقول لك wake up with light، يعني راح ينور الغرفة ويقعدك، ان الشمس قاعد تطلع في غرفتك، يبدي من ضوء خافت الى ضوء يعني ينور لك الغرفة. طبعا لازم اذكر انه من amazon.uk لان كهربتهم نفس كهربة الكويت، ويوصلك يا دايركت للبيت، ومو لازم تستخدم اي كارير او ارامكس او DHL تحط انه تبي توصله ليه عنوان بيتكم ويوصلونه خلال اسبوع او اقل. الجهاز شكله غريب جدا، 50 دينار هل يسوى انه يقعدك حق الدوام ولا لا؟ انا اشوفه حد امه يسوى، لان انا واحد ما قاعد من النوم. فيعطيك البلاك اللي يشتغل في الكويت، عندك دقم على سايد تشغل ليت، تشغل طبعا FM او اصوات عصافير تقعدك من النوم، لكن هو اهم شيء اللي ضايع. خليني اوصل لكم اياه بالكهرباء ونشوف اشتغل معي الجهاز، لانه صار ريست فما راح احط الوقت الصح، لكن اهم شيء اللي هي دقمة الليت راح تشوفون انه يبدي خافت ويبدا يزيد 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 لما يوصل الفل. ما يعطيك الاضاءة اللي تنور لك الاستوديو، لكن اضاءة كافية عشان تقعدك من النوم في الوقت اللي جسمك يتعود على الاضاءة. فصار لي اسبوع اجربها، وصراحة اقول لكم ما في شيء يقعدني من النوم نفس اللايت الارم، يسمونه فيليبس لايت الارم. اذا عجبكم الفيديو هذا سووا لايك، واذا عجبكم المنتج وتبون تشوفون منتجات نفسه سووا سبسكرايب. حياكم بالزبده.